جزاكم الله خيرا. علي محمد سعيد من السودان استفسر عن اني خفت الموالي من ورائي من سورة مريم. خفت الموالي زكريا عليه الصلاة والسلام لما كان لم يأتي الأولاد، خشي أن لا يكون بعده من يقوم بواجب النبوة وواجب التعليم العلم وواجب الوراثة النبوية، فهو يريد من يرث، ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني من العلم. ومعلوم أن الأنبياء رضي الله صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم. قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث وتركناه صدقة. قال صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. الذي خافه زكريا عليه السلام ألا يكون له عقب يقوم بواجبات النبوة من بعده ودعوة بني إسرائيل ونشر العلم فيهم، هذا الذي خافه عليه الصلاة والسلام. نعم.